وطبعا لما كانش ينفع نتكلم عن القصه دي كلها لما نجيب برضو مصطفى عسل معانا ونساله عن طبعا كل شيء. اهلا بيك يا مصطفى. اهلا بيك كابتن هيثم. الحمد لله على السلامه، وطبعا بنبارك لك على قبل النهائي طبعا، بول كول عملها معاك المره دي يا وحش. ميرسي لحضرتك كابتن هيثم، والله انا حاولت يعني بكل استطاعتي ان انا اقدر ريكفر كويس والعب البطوله، والحمد لله ربنا وفقني يعني في كذا بطوله ورا بعض. الحمد لله كسبت بطوله امريكا وعملت ريكفري كويس ان انا اروح اقدر العب بطولة قطر، والحمد لله يعني كان أداء مشرف ليا ومبسوط جدا بالأداء اللي أنا لعبت بيه. وطبعا بول كول لعب على أعلى مستوى ومجهود بدني على أعلى مستوى، وكان أحسن في الماتش ده وكان أحسن في البطولة دي، فهو يستحق إن هو يوصل، وكان كل التوفيق ليهم يعني في النهاية. كلام جميل وكلام محترم. يمكن مصطفى انا هسألك سؤال، انا قلت ان انت الكلام اللي قلته في الانترفيو افتر الماتش، انت قلت ريتاير ريتاير، هنا انت قصدك انه ينسحب من الماتش او يخرج من الماتش عشان من الاصابه ما تتفاقمش، انا قلت الكلام ده صح ولا لا؟ لا يا كابتن، انا ليا كل الاحترام والتقدير لكابتن طارق مؤمن. 34 سنه، انا يعني كل مره بخش فيها الملعب معاه، انا حتى لو في كور يعني بتبقى صعبه جدا ان انا اتكلم او حاجه، ما بتكلمش خالص، بسكت خالص. ما بعد الانترفيوهات دايما بكون يعني كل الاحترام ليه وكل التقدير ليه. بتفرج عليه وانا صغير في النادي، اللي الناس ما تعرفوش ان احنا كنا في الجزيره مع بعض قبل ما اروح النادي الاهلي. لا يعني بعد من الانترفيو طبعا، بعد الماتش ما خلص انا اتكلمت ان هو كان عنده اصابه، وهو بيقول ان الكوره دي انا يعني حصل حاجه في رجله او كده بعد ما كمل. فانا قلت بس مجرد ان هو لو عندك اي حاجه او حاسس باي شعور باي حاجه، الافضل انت تنسحب بدل ما تكمل على التعوير اكتر وما تعرفش تلعب بطولات تانيه اكتر. صحيح، انت لا انت نفسك انت نفسك عملت كده يا مصطفى، يعني انت في بطوله انا امريكا عملت كده المفتوحه يعني الماتش كان بيخلص يعني انا اتخبطت في كتفك اليمين ووقعت وبتاع، ومع ذلك ما كملتش المباراه. يا كابتن هيثم، يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا ماتش مع علي فرج الماتش كان بيخلص خلاص، والماتش كان انا يعني امال في المكسب بتاع الماتش، انا بلعب لغايه اخر دقيقه وبلعب لغايه اخر روح، بس الامال اللي في المكسب في الماتش بتاع علي فرج خلاص بتبعد 10 5 نقطه المباراه، 9 5 نقطه المباراه. اتعورت على كتفي خلاص وكتفي مش قادر اكمل عليه اساسا، رحت فعلا مكمل، قالوا موقف اللعب وخلاص ان انا مش هقدر اكمل المباراه دي. ومع العلم حضرتك لما جبت الفيديوهين دول اللي حصل دول، انا واقع على الكتفي اليمين مره في الفاينل بتاع بطوله امريكا المفتوحه، وماتش الثمانيه برضو واقع على كتفي برضو اليمين اللي هو وجعني، ومع ذلك انا ما اتكلمتش ولا قلت اي حاجه ولا هتكلم. ان انا دايما بقدر اللعيب الكبير، بقدر اللعيب المحترم اللي زي كابتن طارق مؤمن، ومش هفتح بقي طول ما انا الاصغر وطول ما انا صغير، انا عمري ما هتكلم ولا هفتح بقي. كلام محترم يا مصطفى بصراحه، كلام محترم جدا جدا منك، وده احنا حبينا بس نجيب ونشوف الكلام ده، ويعني الناس شايفه اهي مصطفى بيتكلم ازاي، بيتمنى كل الخير للعيبه التانيه وبيتمنى الخير، هو ده اخلاق النادي الاهلي وهي ده اخلاق لعبتنا، انما اي تجاوز الحقيقه احنا بنرفضه. بس مصطفى عايز اسالك، يعني انت يعني ترتيبك الحمد لله انا سامع ان انت جمعت نقط كويسه، يعني ممكن ان شاء الله الشهر الجاي في التصنيف الجديد او النشره الجديده توصل للخامس السادس، يعني سامع ده الكلام ده صح؟ الحمد لله الحمد لله. بعد طبعا بطولات عديده والتصنيف زي ما قلت لحضرتك بياخد وقت بس شويه قبل لما بيتحسن، بس الحمد لله ان شاء الله الشهر الجاي خامس او سادس ان شاء الله العالم، بعد طبعا مكسبي لبطوله امريكا المفتوحه الشهر ده وبرده سيمي فاينال بطوله قطر. الحمد لله طبعا ده ناتج لمجهود كبير جدا، ودايما النادي الاهلي ورايا وجماهير النادي الاهلي ورايا والدعم الكبير اللي كان بيحصل. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان انا فعلا بطوله قطر دي انا بلعب من اول ماتش وانا مش في الحاله الحالتي يعني انا اللي بحب العب بيها، وطبعا ده نتيجه طبعا البطولات الضغط البطولات اللي ورا بعض، بس الدعم الكبير اللي كنت بشوفه من النادي ومن اولياء الامور كلهم اللي في النادي، ويلا مصطفى الماتش ده الماتش اللي بعديه، هو ده الروح دايما اللي اتربيت عليها في النادي الاهلي، ودايما بطوله ورا بطوله وبلعب لغايه اخر دقيقه ومفيش ما بشتكيش من اي حاجه، والحمد لله على النتيجه دي وعلى المجهود ده. بشكرك جدا يا كابتن هيثم الصراحه على مصطفى كل التوفيق لك يا مصطفى، الدعم الكبير، واحنا بندعمك ان شاء الله بقوه واقفين وراك، ومبروك على الانجازات الكبيره. بشكرك مصطفى عسل لاعب النادي الاهلي الاسكواش وممثل مصر والحقيقه احد النجوم، بشكرك يا مصطفى شكرا جزيلا. ده كانت القصه وجبناها لكم بكل حياديه والله، وجبنا الفيديوهات ما رضيناش نتكلم الا بالدليل، وعندنا ماتيريال كتير وكلام كتير اتقال، بس عشان
طبعا وقت البرنامج احنا ممكن نفرد اكتر من كده كمان. كل التوفيق لمصطفى عسل، واتمنى ان الروح تبقى جيده وترجع الروح تاني بين اسره الاسكواش موجوده، بس اتمنى ان اللي حس انه تجاوز يراجع نفسه.